خلينا بقى نرجع لموضوعاتنا وبنبتدي مع حضراتكم الاسبوع. طبعا عندنا ماتش بكره هنتكلم عليه، وهنتكلم على ماتش انجول الحقيقه اللي حذرنا منه كتير جدا. الحمد لله الحمد لله عدينا من المطب، لكن الحقيقه في جرس، مش جرس ده، اجراس انذار كتيره جدا في مباراه المنتخب مع انجولا. وانا قلت لحضراتكم انجولا منتخب مش ضعيف، ويمكن يكون هو المنافس الحقيقي لمصر في المجموعه بتاعتها. واعتقد انه الاداء اللي قدمه منتخب انجولا بين قوسين في ظل غياب 12 من العناصر الاساسيه بتاعته عن المباراه، التشكيله اللي حضراتكم شفتوها، الفرقه اللي لعبتنا كوره على ملعب على ملعبنا في القاهره هنا غايبه عنها 12 من عناصرها الاساسيه، وبالتالي لكم ما تتخيلوا قوه الفريق الانجولي على الرغم من غياب عدد كبير جدا من المحترفين. صحيح احنا كنا بنعاني وبنشتكي من حاله الاجهاد، كنا بنعاني وبنشتكي من غياب صلاح والنني وتريزيجيه، لكن في النهايه اعتقد ان المردود مش مبشر، والمردود يستدعي مننا ومن كابتن حسام البدري ومن جهازه الفني انه ياخد في اعتباره حاجات كتيره جدا في الفتره اللي جايه، واولها مباراه الجابون اللي الحمد لله الحمد لله رجع لنا فيها محمد صلاح. محمد صلاح وصل الجابون وهيشارك ان شاء الله مع منتخب مصر في مباراه بكره. الاداء الجماعي ومستوى اللاعبين والنجوم اعتقد انه غاب بشكل كبير، وطبعا لولا ضربه الجزاء اللي اتحسبت في بدايه المباراه اعتقد كان ممكن يبقى في نتيجه ما يرضاهاش الجمهور. ورغم الهدف او التقدم بالهدف المبكر، لكن الحقيقه منتخب انجولا كان بيمثل خطوره على المنتخب المصري طول المباراه، وتقريبا كنت تحس ان هو صاحب الارض واحنا بنلعب بره ارضنا.